بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم على قناتكم قناة أشرف القاضي. بإذن الله النهاردة هنتكلم عن جهاز من الأجهزة المحببة جدا لقلبي، ومن الأجهزة اللي دايما بشوفها أجهزة مستمرة في السوق المصري بصورة كبيرة جدا، والسوق العربي كمان. جهاز النهاردة هنتكلم عنه هو جهاز معروف للسوق كله، هو جهاز ستار نت فورس 5G الإصدار الرابع، النسخة البرو، ستار نت فورس 5G. طبعا يا جماعه ستار نت فورس 5G جهاز غني عن التعريف، كلنا الحمد لله يعني شفنا فيديوهاته وشفنا الاراء عليه، والجهاز بسم الله ما شاء الله ليه تاريخ وليه داتا كبيره جدا في سوق الريسيفر والساتلايت على مستوى الوطن العربي، جهاز فورس 5G. طبعا الجهاز بتاعنا جهاز 2 جيجا رام من نوع الدي دي ار 3، وفي نفس الوقت فلاش بتاعه فلاش 16، والرام بتاعه رام 2 جيجا رام. فطبعا التكوين دوت للجهاز بيديله يعني اولويه في التفكير. اي حد بيحاول ان هو يفكر في جهاز ريسيفر يكون الرام بتاعه عالي، يكون الفلاش بتاعه عالي، وفي نفس الوقت يكون دعم محترم وعليه كمان منصات كتير للمشاهده، مع كمان امكانيات كبيره بالنسبه للبث الفضائي والشيرنج، كل ده موجود على جهازنا، الجهاز اللي انا بتكلم عنه النهارده الاصدار الرابع النسخه البرو. كان في اصدار رابع نسخه الاولى، بعد كده نزل النسخه البرو اللي هي بتحتوي على النشير V2 الموجود على الجهاز. طبعا جهازنا النهارده جهاز ستار نت فورس 5G، ده الاصدار الاخير منه في السوق اللي موجود حاليا. لسه في اصدارات هتنزل منه تاني، لسه في، لسبب بسيط. الجهاز دوت من حوالي 5 سنين او 6 سنين وهو في السوق المصري. الجهاز دوت لو اتكلمنا عن تاريخه من البدايه، تاريخ يعني طويل جدا. بدايته كان اسمه 2030، وكانت الرامات 1 جيجا رام في البدايه، وكان المعالج 2507 على ما اظن، وبعد كده اترقى شويه واصبح الفورس 5G بعد ال 2030. 2030 ده اول ما طلع كان مسميينه يعني جهاز طلقه، لانه كان لسه بدايات المنصات وفي نفس الوقت بدايات الشيرنج، احنا بنتكلم 5 سنين. فما بالك ان كمان السيرفرات اللي اختلفت اختلاف كلي، المنصات اختلفت اختلاف كلي، وبالرغم لغايه دلوقتي العملاء اللي عندهم 2030 ما كانش اسمه فورس، كان اسمه 2030، كان اسمه كده ستار نت 2030. العملاء لسه عندهم ستار نت 2030 لغايه دلوقتي بيحدثوه وبيشغلوا المنصات او بيجددوا الاشتراك في المنصات اللي عندهم على ال 2030 القديم. ليه؟ لان الجهاز كاعتياد هاردوير محترم جدا، وبيسد جامد، وفي نفس الوقت ما شاء الله بياخد فترات كبيره جدا كآليات تشغيل، وفي نفس الوقت حدث ولا حرج عن السيرفرات والدعم الفني. حتى الان الجهاز اللي كان طالع من 5 سنين ليه تحديثات اونلاين، ليه تحديثات اونلاين، بينزل له سوفتات، بينزل له سوفتات، بينزل له ملف قنوات، بينزل له ملف قنوات. فما بالك بالاصدار الحديث النهارده اللي احنا بنتكلم فيه الفورس 5G، النسخه البرو والاصدار 4 الاصدار الرابع. طبعا هنتكلم عن الجهاز وعن المنصات بتاعته، بس احب اقول في البدايه كتير من الناس كانت بتقول طب الجهاز ده عيوبه ايه؟ اولا اي جهاز في الدنيا لازم تلاقي فيه عيوب، ده جهاز، بص كلام بديهي. اللي يقول لك انت هتاخد الجهاز ده ما فيهوش عيب، لا ده بيضحك عليك. اي جهاز في الدنيا فيه عيوب، ده حقيقي. بدايه العيوب بالنسبه لجهازنا النهارده انه معاه ريموت واحد مش معاه 2 ريموت، لان ناس كتير قوي كانوا متخيلين ان الجهاز بيجي لهم ب2 ريموت، بيصدم لما يلاقي في الكرتونه عنده او في البوكس بتاع الجهاز ريموت واحد بلوتوث متعدد. طب فين الريموت العادي؟ ده انتوا على طول. لا يا جماعه، الجهاز ده من يوم الفورس ما اشتغل معانا ما كانش ب2 ريموت خالص، كان بريموت واحد. يمكن اصدار 2030 القديم اللي كان 1 جيجا كان 2 ريموت، لا الاصدار ده الفورس من ساعه ما اتسمى فورس 5G واصبح 2 جيجا رام مع فلاش 16 مع المعالج بتاعنا، المعالج العالمي، معالج 2517 دي، المعالج المطور الحديث، اصبح معاه ريموت واحد بس بلوتوث. طيب مفيش حجارة ريموت، كل الأجهزة بتاعت ستارنت بدون حجارة، وده برضه مش عيب، أنا ما بعتبرش ده عيب، كل شركة وليها سيستم وليها نظام، مش حجر ريموت إيه اللي هنتكلم فيه. طيب من ناحية السوفت وير والهارد وير، إيه العيب اللي فيه؟ أنا ما شفتش فيه عيب في السوفت وير بتاعه بصراحة. بس بعض المشاكل التقنية اللي بتحصل مع العميل لعدم المعرفة، لعدم العلم.
لو كلمني واتساب او اتصل عليا بنحل المشكله في منت ان شاء الله رب العالمين. السيرفرات مفيش سيرفر ليه ضمان ابدا، انا اللي بقول كده، انا بقول لك الجهاز ده عليه سيرفرات ما شاء الله ممتازه جدا، بس مفيش حاجه اسمها سيرفر مضمون 100%، ولا حتى الفوريفر ولا غير الفوريفر، مفيش سيرفر في الدنيا ليه ضمان، لان ده كله بيعتمد على سيرفرات وعلى خدمات نت وعلى سيستم نت شغال عليه ممكن في لحظه ينهار. انا بقول كده ليه؟ لان في بعض الناس لما بيلاقي ان في سيرفر قنوات قفلت او في قنوات وقعت او في مشكله تقنيه او في تحديثات، هنتكلم كده على طول، الجهاز اللي دايما فيه تحديثات، لو في تحديث لمنصه او سوري مش المنصه، لخدمه من الخدمات زي الشيرنج او الاي بي، لازم السيستم يقف، لازم الدنيا تقف لغايه الصيانه ما تنتهي. فانا بقول لك من دلوقتي مفيش حاجه اسمها جهاز فيه شيرنج مضمون او اي بي تي في مضمون، ممكن في لحظه تلاقي السيستم وقف، ده شيء طبيعي في عالم الساتلايت مش عيب، وبالرغم من كده المنصات والخدمات شغاله عليه بصوره ممتازه جدا ومميزه جدا حتى اللحظه اللي انا بتكلم فيها، مفيش ادنى مشكله، ولو في مشكله بتتحل مع دعم فني محترم جدا، وانا بعتبر نفسي واحد من دعم فني لشركه ستار نت الخاصه بالجهاز ده، وبصراحه ربنا الناس عندهم نشاط كبير جدا في دعم العملاء، وده كلام عن تجارب كتير وناس والله والله يعني بروفيشنال بالنسبه للدعم الفني وبالنسبه لخدمات الصيانه حتى ما بعد البيع، بصراحه ما اقدرش انكر ده، وده اللي بيخليني الحمد لله رب العالمين اتكلم عن جهاز او اتكلم عن اجهزه لازم يكون ليها دعم فني ولازم يكون ليها شركه ولازم يكون ليها صيانه ولازم يكون ليها ضمان، غير كده لا معرفش معرفش مش هينفع، مش هينفع ان انا نفسي لو نازل اشتري لنفسي جهاز من الاجهزه ما ينفعش ان انا اروح اشتري جهاز بدون ضمان او صيانه لسبب بسيط، لو حصل اي عطل اي عيب، انت دلوقتي انت مشكله ده عندنا دلوقتي لو النور قطع وانت مشغل جهازك والنور جه ممكن تلاقي الجهاز عامل لود، ممكن تلاقي اجهزه مش الجهاز ده اجهزه عامله لود، اجهزه عامله مشكله، اجهزه كان ملف قنوات طار مثلا اتمسح عايزين ننزله، طب انزله ازاي؟ اكلم الدعم الفني مش عارف ايه، فالكلام ده كله بينفعني كدعم فني وناحيه تقنيه بالنسبه للعميل، العميل لازم يكون له دعم فني محترم ويحترم العميل في نفس الوقت، ولو في شك 1% ان الدعم الفني مش بيحترم العميل انا عمري ما هشتغل مع المنتج او هشتغل مع الجهاز دوت، ما ينفعش ما ينفعش، هيبقى في حاله نفسيه غريبه، هيبقى في لا 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 ما يعني ما تنفعش ان انا اسلم العميل تسليم اهالي كده للجهاز وخلاص، لا ما ينفعش، لازم يكون في دعم فني، لازم يكون في كمان صيانه، لازم يكون في ضمان ما بعد البيع، والكلام ده كله حقيقي، الجهاز بتاعنا ده عليه ضمان لمده سنه من تفعيل السيرفرات على الجهاز، وفي نفس الوقت سيرفراتك اللي موجوده كلها مضمونه كمده، مضمونه كاداه بتقدر ان انت تشغلها، الجهاز ده لما قلنا عليه حوالي 20 سنه اي بي موجوده على الجهاز منصات، ما قلناش ان هو سيرفر واحد 20 سنه، لا احنا قلنا مجموع السنين عشان نبقى برضه فاهمين وواضح لينا، يعني عندك المارفل سنتين، عندك الاكس سنتين، عندك النوفا سنه، عندك الجوي 3 سنين على ما اظن، عندك الكيوت 5 سنين، عندك الهاها 3 سنين، وسيرفرات كتير كده كتير كتير كتير، بس كلها كمده مضمونه، ما ينفعش ان انت تاخد سيرفر في يوم واحد ناقص. مجموع السيرفرات دوت مع دعم فني محترم يخليك يبقى انت عندك جهاز بيديك امان ان انا بشغله واقدر اشوف عليه المحتوى اللي انا عايزه، خصوصا كره القدم وكل بطولات العالم على جهازنا النهارده الفورس 5 جي. انا هقول حاجه برضو مهمه جدا، بالنسبه لسعر الجهاز ده حاليا 1600 جنيه، ممكن بكره يبقى 1700 جنيه، ممكن بكره يبقى 1550 جنيه، ما انا مفيش اجهزه بترخص، بس السعر مش ثابت، السعر مش مستقر. حد جه كلمني وقال لي الجهاز دوت انا شفته ب 1200 جنيه، ده انا لقيته، ده انا عرفت واحد راجل طيب جدا محترم زي حضرتك كده وبيبيع الجهاز ده ب 1200 جنيه وانت بتبيعه ب 1600، طب ازاي يا باشمهندس؟ اقول له معلش روح هات منه جهاز ابو 1200 جنيه وانا هدعمك دعم فني، انا هبعت لك فيديو الشرح وهبعت لك الاكواد بتاعت التشغيل، مفيش عندي ادنى مشكله، بس اتاكد انه حاجه واحده بس قبل ما تشتري الجهاز، انه الاصدار الرابع النسخه البرو اللي ليه علامه مميزه جدا وانا بشتريه، وده مهم لان انت ممكن تروح تجيب الاصدار الرابع بس مفيش النسخه البرو،
وهنقول الفرق بين الاصدار الرابع العادي والاصدار الرابع النسخه البرو، لان الناس بيختلط عليهم الامر. الجهاز ده يا جماعه اول ما طلع كان ب 550 جنيه، حاليا ب 1600 جنيه مع الاصدار الجديد. مش معقول ان الجهاز اللي كان ب 550 جنيه من حوالي سنتين مثلا او 3 سنين هو نفس امكانيات الجهاز بتاع النهارده اللي ب 1600 جنيه. لا، لو كانوا مسمينه ابو 10 ليه؟ لانه كان عليه 10 سنين اي بي تي في منصات، عليه 10 سنين وكان عليه 5 منصات. دلوقتي احنا بنتكلم في منتج عليه 20 سنه من ضمنها حوالي 9 منصات اي بي او 8 منصات، انا مش متذكر العدد بالظبط، ومنصات جديده مستحدثه موجوده. اللي عنده الجهاز القديم من النسخه القديمه بيقول يا باشمهندس انا لما حدثت الجهاز لقيت منصات كتير قوي نزلت عندي عايز اشغلها. معلش، مش هتشتغل عندك غير باشتراك. لكن اللي معاه النسخه البرو و الفيرجن 4 البرو هتشتغل عنده، لان الشركه داعمه النسخه الجديده. فالجهاز القديم هينزل عندك السيرفرات الجديده او المنصات الجديده لكن مش مفعله، مش مجانيه، دي باشتراك. عايز تشترك فيها اشترك فيها، لكن اللي اشترى ب 550 مش زي اللي اشترى ب 1600، لازم يبقى فيه فرق ما بين ده وما بين ده. فبالتالي انت لقيت الجهاز بره ب 1200 جنيه هتجيبه، بس انت المسؤول واللي باع لك الجهاز هو المسؤول. مش معناه ان انا قلت لك ان الجهاز الرابع انت ما دققتش بقى الجهاز الرابع النسخه البرو اللي فيه علامه كذا وكذا وكذا ولسه هنقولها. طبعا الجهاز عشان برضه ما نخرجش عن الكلام، انا كده طولت عليكم واسف. الجهاز عليه شيرنج 5 سنين، وعلينا شير في 2 لمده سنه. شير في 2 اللي فاتح الباقه الاو اس ان على المايند سيت وفاتح الباقه نوفا السبورت كلها على الهوت بيرد، وفاتح اغلب الاقمار. الجوسات عليه بصوتياته كامله. انت عندك هنا تايم شيفت في الجهاز ده 40 ثانيه او على ما اظن 50 ثانيه حاليا، لا اصبح حاليا 50 ثانيه. التايم شيفت بتاع الجهاز ده اصبح 50 ثانيه، فطبعا تايم شيفت كبير جدا بالنسبه للناس اللي بتستخدم الشيرنج والتعليق الصوتيات باللغه العربيه او التعليق العربي عندك، خصوصا الناس اللي بتستخدم كمان الفيدات وبتستقبل فيدات. فطبعا عندك تايم شيفت كبير جدا مدته، وكمان عندك خواص الاي بي توسات اتفعلت وموجوده على الجهاز بتاعنا، ومنصات الاي بي الموجوده عليه كلها منصات مميزه جدا واحترافيه، ومن ضمنهم زي ما قلنا عندنا صف اول وصف تاني. خلينا واضحين، صف اول وصف تاني في المنصات. فعندك الصف الاول ما شاء الله كتير في الجهاز بتاعنا، والصف التاني موجود بمدد كبيره. فبالتالي بقى عندك ميكس كده من المنصات، منصات كتير وهقولها كلها ان شاء الله واسيب لك صورتها. الجهاز بتاعنا الفورس 5G، جهاز مش 4K، جهاز كتير قوي من الناس تكلمني بعد ما بتاخد الجهاز يقول لي هو الجهاز ده 4K ولا مش 4K؟ ده جهاز فول اتش دي 1080 بكسل، وبيشتغل حتى 60 اطار. فبالتالي انت عندك جهاز فول اتش دي، ما تكلمنيش في جهاز 4K، انا عايز جهاز 4K عشان الشاشه عندي 4K. يا غالي طب انت عندك قنوات 4K؟ ما عنديش. يبقى خلاص ما تدورش على جهاز ال 4K، انت ليه هتدور على جهاز 4K وانت ما عندكش ولا قناه 4K؟ كتير من الناس عنده القمر النايل سات. طب قمر النايل سات ما فيهوش ولا قناه 4K، طب انا عندي هركب اموس وهركب الهوت بيرد وهركب مش عارف ايه. اولا سيبك من هباب الطين اموس دوت، خليك في اقمار ثانيه، والاقمار الثانيه هتجيب نفس المحتوى، تمام؟ انا عايز اشغل قنوات ال 4K، طب انت عندك كام قناه 4K؟ هتلاقيهم 6 قنوات، 8 قنوات، كل اللي على الاقمار الباقيه، يعني اللي انت هتركب مثلا تركيبه فيها قمرين ثلاثه هتلاقي كلهم 5 6 قنوات 4K، وفي الموازي ليهم هتلاقيه فول اتش دي وبنفس جوده الصوره وجوده ممتازه جدا. يبقى انا ليه اروح اجيب 4K وانا مش هستفاد بال 4K؟ طب انا لازم 4K، خلاص يبقى عندك ال 2080 برو ماكس، ال 2080 وعندك الفيفا 4K موجودين. بس البرو ماكس ده جهاز اندرويد 4K وفي نفس الوقت سيرفرات وفي نفس الوقت الاندرويد بتاعه اندرويد مميز، بس انا عندي شاشه سمارت او عندي شاشه اندرويد مش هستخدم الاندرويد. يبقى انت هتكلف نفسك ليه بتشتري جهاز 2080 اللي ب 3500 وانا عارضه والجهاز انا بحبه جدا ولسه هنعمل عنه فيديوهات، بس انت ليه هتشتري ما دمت ما تخليش حته 4K دي تاكل دماغك زي ما بيقولوا؟ يعني حته 4K ديت خليها للناس اللي عايزة تشتغل على متحرك، على أقمار كتير عندها وبتدور على جودة عالية جدا. طب أنا لا، أنا عايزه 4K موجود ال 2080 برو ماكس، ومن أقوى ومن أفضل الأجهزة الموجودة في السوق المصري حاليا الجولدن 2080 برو ماكس، وفي نفس الوقت سعره غالي. خلي بالك من الموضوع ده، هو موجود
والجهاز محترم جدا، وانا نفسي بحب ال 2080 برو ماكس. بس دايما بقول لك انت لو لسه مبتدئ في الساتلايت، او مبتدئ انك لسه هتعمل تركيبه وهعمل واسوي ومش عارف ايه، ما تخشش في الاجهزه الغاليه على طول. يعني جهاز زي ده، جهاز انا بعتبره من اجهزه الاسره العربيه. ليه؟ لانه عليه كل المحتوى، اللي عايز كوره وبطولات وماتشات وكل المحتوى الرياضي، اذا كان شيرنج او اي بي تي في هتلاقيه هنا. طب انا عندي الاولاد عايزين محتوى الاطفال، كرتونات وافلام انيميشن والكلام دوت، موجود هنا على الاي بي تي في. طب انا عايز مسلسلات افلام، موجود هنا على الاي بي تي في. طب انا عايز فضائيات وساتلايت واقمار وتايم شيفت، واتفرج على الصوره فول اتش دي و4 كي بصوره عاليه جدا وجوده عاليه جدا، هتلاقي هنا او في الاجهزه ال4 كي. بس هنا هتلاقي اجهزه الفول اتش دي او قنوات الاتش دي على الاقمار بتوازي جوده ال4 كي. انا اللي بقول لك كل القنوات على الاقمار، سيبك من نايل سيت، كل القنوات على النايل سيت، على سوري على الاقمار التانية، الاقمار الاجنبيه، لو هتشغل الشيرنج هتلاقي القنوات كلها بجوده ال4 كي او الجوده المقاربه لل4 كي على قنواتهم الاتش دي. زي مثلا الباقات كتير قوي، البولسات مثلا بريميوم، بولسات بريميوم بلس، كل قنواتها فول اتش، سوري كل قنواتها الفول اتش دي مقاربه جدا لل4 كي، وجوده الميجا بتاعه القناه عاليه جدا، توصل لغايه 12 و 10 و12 ميجا، فبتبقى قريبه من جوده ال 4K. الكلام ده بقوله ليه؟ لان في ناس كتير بحس انها بتزنق نفسها عشان تجيب جهاز 4K اندرويد. بس انا بقول انت دلوقتي محتواك محدود، وفي نفس الوقت امكانياتك، او انت بتفكر على مثلا مش عايز اندرويد، ما عنديش خلفيه اني اشغل اندرويد، ما عنديش خلفيه اني اشغل، انا عندي الاندرويد موجود على الشاشه، عندي سمارت، الشاشه سمارت وفيها اليوتيوب، فبالتالي عايز حاجه حنينه او حاجه تكون جوده عاليه وفي نفس الوقت امكانيات كويسه جدا. عندك الفورس 5G. فورس 5G بشوفه جهاز متكامل. انت عندك منصات بسم الله ما شاء الله حدث ولا حرج، منصات كتير جدا. طيب انا لو جيت دلوقتي اتكلمت في الشغل بتاع الجهاز ده، انت عندك الجهاز زي ما قلنا، الجهاز بيدعم امكانيات مميزه جدا مع دقه ال 1080 بكسل وحتى 60 فريم. طيب ما انت كمان عندك الجهاز بتاعك دوت ايه ده، في امكانيه مميزه جدا عندك مع المنيو بتاعنا، عندك في يوتيوب طبعا شغال مع الجهاز، وعندك تطبيق كوره موجود اللي بينقل لك مواعيد المباريات. كمان الجهاز بتاعنا يا جماعه بيدعم الترجمه الفوريه الاوتوماتيكيه، يعني انت عندك ترجمه فوريه على الاقمار، ترجمه فوريه على الاقمار احترافيه على جميع الاقمار الاجنبيه وخصوصا على قنوات الموفيز. طيب الترجمه الاحترافيه دي موجوده بدعم من ايه؟ عندك بدعم من منصتين، عندك سيرفرين، الشيرنج بتاعك دعم الترجمه الاحترافيه من الجوسات، وفي نفس الوقت في دعم ترجمه احترافيه من الناشير في 2، وكمان عندك صوتيات الناشير، وكمان عندك صوتيات الجوسات. فانت بقى عندك كمان يعني كميه كويسه جدا من السيرفرات بالنسبه للناس اللي غاويه شيرنج وغاويه فتح قنوات. طيب احنا دلوقتي لما جينا نتكلم على الجهاز بتاعنا ده، قلنا انه من يعني يعتبر من الاجهزه المتطوره مع الزمن، من 5 سنين تقريبا وهو عمال يتطور يتطور يتطور. طب الناس اللي تسال، طب انا افرق ازاي النسخه الرابعه عن النسخه البرو؟ لو جيت فتحت الجهاز ده كده زي ما احنا شايفين، ده شكل الجهاز في العلبه عندنا. اجي اطلع الجهاز بالشكل ده، طبعا الجهاز اهو وكلنا عارفين شكله، جهاز ستار نت فورس 5G. طلعه من الكيس بتاعه. بصوا يا جماعه اللي مكتوب قدامي هنا زي ما احنا شايفين كده، مكتوب ستار نت فورس 5G تمام، ومكتوب هنا من تحت فيرجن 4 كده. احنا بقينا في الايه، النسخه اللي فاتت، بس في زاد هنا بقى، بقينا كده في النسخه الجديده. النسخه الجديده مكتوب هنا ايه زي ما احنا شايفين كده، جي اس اند ان 2 برو. جي اس ده اختصار للجوسات بلس فيرجن 3 تمام، وعندك ان 2 هو النشير في 2 برو او النشير في 2. لما تلاقي عندك مكتوب دي بالطول او بالعرض، المهم انها مكتوبه، المهم تكون مكتوبه هنا 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 هنا. لو دي مكتوبه جي اس اند ان 2 برو، اعرف ان انت كده معاك الجهاز الجديد، معاك النسخه الحديثه من الفورس 5 جي. طبعا زي ما احنا شايفين برضو ايه،
تكملة للكلام، جهاز من تحت فتحات وفوق فتحات والدنيا زي الفل. ولو جينا بصينا هنا ورا، ادي فتحة ال LMB الخاصة بالجهاز بتاعنا، فتحة ال LMB. وعندك هنا الجهاز طبعا 2 جيجا رام، فبالتالي الغالبية من الأجهزة ال 2 جيجا رام بتلاقي فتحة اللان، الجهاز عندك فيه فتحة لان لو انت عايز تشغل كابل انترنت مباشر على الجهاز. طيب انا ما عنديش كابل انترنت، موجود واي فاي داخلي في الجهاز، فانت عندك مصدرين للانترنت، اي واي فاي من الراوتر بتاعك بتوصله بالجهاز، والتوصيل بتاعه سهل جدا، تمام. وعندك بعد كده فتحه الاتش دي ام اي، فتحه سنسور الاي ار، والجهاز معهوش سنسور اي ار، وده من عيوب الجهاز. الجهاز معهوش سنسور اي ار، معهوش العدسه الصغيره العدسه الرقميه، معهوش. بس الشركة اعتمدت على انه جهاز ريموت بلوتوث، فانت مش هتحتاج العدسة. لو عايز تعرف رقم القناة اضغط اوكي، عندك هيظهر قدامك كل بيانات القناة على الشاشة الكبيرة بتاعتك على شاشتك، تمام. طيب عندنا بعد كده، بس لو انت عايز تشتريها اشتريها، هي تقريبا ب 50 جنيه، سنسور الاي ار او العدسة الخارجية او العدسة الديجيتال الرقمية، موجودة في كل محلات الدش. طيب عندنا بعد كده فتحة الاي في، لو انت عايز تشغله على التلفزيونات القديمة اللي هي بواسطة الاوديو وفيديو، شغل. عايز تشغله على الشاشات الجديدة الحديثة بكيبل الاتش دي اللي جاي مع الجهاز. وعندك هنا فتحة ال 12 فولت الخاص بالجهاز، والجهاز بيجي لك معاه ادابتور او مأخذ التيار بتاعه او وصلة التيار بتاعته اللي هي الادابتور بتاعه 12 فولت 2 امبير، تمام. عندنا من هنا اليو اس بي المدخل، وعندنا من هنا كمان فتحه التحديث الخاصه بالفنيين، دي مالكش دعوه بيها خالص، تمام. يبقى احنا كده خلاص عرفنا مداخل الجهاز وشكل الجهاز بتاعنا، وشكله شيك وشكله رايق قوي 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 قوي، تمام. ده جهاز الفورس 5G، وعرفنا ازاي نقدر نعلم الجهاز او نعرفه من الاصدار اللي قبله اللي هو طبعا كان ارخص منه. طبعا الجهاز بالنسبه للعلبه بتاعته بيجي لك معاه، احنا فتحنا كده العلبه في السريع، بيجي لك معاه الريموت المتعدد، ده ريموت بلوتوث متعدد خام من العاجل القوي مقاوم للصدمات، وفي نفس الوقت في كل اختصارات الجهاز، تقدر توصل لاي حاجه، زرار الاي بي تي في، زرار اليوتيوب، الاوديو، الصوتيات، الترجمه، كل ده موجود على الجهاز الريموت الخاص بتاعنا، وهو ريموت احترافي ومعروف. عايز تزود معاه ريموت او عايز تجيب له ريموت من بره، هو حاليا الريموت ده البلوتوث عامل 100 جنيه في السوق المصري، ما يزيدش عن كده. وطبعا بيجي لك الادابتور بتاعه، ده ادابتور 12 فولت 2 امبير او 2000 ملي امبير، هو ده اللي جاي مع الجهاز، ادابتور محترم جدا. والوصله الصغيره بتاعه الاتش دي ام اي، وبيجي لك معاه الستاند الصغير لو انت عايز تلزقه باللزقه الدبل فيس في ظهر الشاشه او في الحيطه اللي في ظهر الشاشه من الخلف. وبيجي لك معاه كمان اليوزر مانيوال بتاعه او الكتيب الصغير الموجود معاه، وكتيب طبعا مفيش حد بيقراه ولا حد بيبص فيه لان مش هنفهم فيه حاجه لانه كله كتابه نمطيه، تمام. طبعا الريموت والجهاز والدنيا وصلت لك، بيوصلك معاك، بيوصل لك على الواتساب فيديو شرح كامل متكامل للجهاز، ازاي تقدر تفعل سيرفراتك، ازاي تقدر تتعامل مع الجهاز، وفي نفس الوقت ازاي تقدر تنزل ملف قنواتك وتعمل التحديثات الخاصه بجهاز الفورس 5G. طب لو اتكلمنا على منصات الجهاز، الجهاز عليه كام منصه اي بي تي في بالظبط، وكل منصه مدتها قد ايه؟ ممتاز جدا. طيب بالنسبه للصوره اللي قدامنا دي، دي صوره المنيو بتاع الجهاز. طب بالنسبه للمنصات، بالنسبه للمنصات انت عندك ما شاء الله عدد مميز جدا من السيرفرات. انت عندك سيرفر اكس لمده سنتين، سيرفر اكس طبعا محترم جدا ومنصه قويه جدا لمده سنتين على الجهاز، ويمكن من الاجهزه القليله جدا اللي تلاقي فيها اكس سنتين هو الجهاز ده. يعني قليل لما تلاقي سيرفر اكس في جهاز لمده سنتين، دايما بينزل سنه، عندك هنا سنتين. طب مارفل نفس الكلام، عندك مارفل سنتين برضو، ودي برضو ما بتحصلش غير على الجهاز ده. مارفل ما شفتوش الا على اجهزه قليله من ضمنها ال 2080 برو ماكس مثلا، ده كان عليه مارفل سنتين. هنا كمان الفورس 5G عليه المارفل سنتين. عندك نوفا الاصلي الماستر البرو او نوفا الان في 2 ده برضو لمده سنه. عندك دراجون لمده سنتين، عندك سيرفر هاها لمده 3 سنين، وعندك كيوت لمده 5 سنين، وسيرفر جوي لمده 3 سنين. دي سيرفرات الاي بي الموجوده على الجهاز. وطبعا عندك خدمات تانية مع سيرفر الجوسات لمده 5 سنين، وفي نفس الوقت الناشير لمده الناشير في 2 طبعا لمده سنه كامله مع الجهاز، مع خدمه صوتيات الناشير والجوسات. فانت هنا بقى عندك ما شاء الله حدث ولا حرج، امكانيات مميزه جدا مع جهاز يعتبر في يعني في
خدمات كتير جدا، وفي نفس الوقت امكانيات انا بشوفها امكانيات عاليه جدا. كل ده مع جهازنا النهارده ستار نت فورس 5G. طب يا جماعه ستار نت فورس 5G دوت ضمان مع ضمان سنه. طب الجهاز دوت برضو عشان برضو نبقى ايه، نبقى عارفين وواخدين بالنا، الصوتيات حقيقي 50 ثانيه، 50 ثانيه التايم شيفت بتاع الجهاز ده بالنسبه للناس عندها شيرنج 50 ثانيه حقيقيه. طب دعم الترجمه موجود، دعم ترجمه احترافيه موجود على الجهاز بتاعنا. طب التحديثات موجود، تحديثات الاونلاين للجهاز، تقدر انك تحدث جهازك ده وانت قاعد في بيتك زي الباشا. تحدث السوفت اوكي، بيجي لك رساله على الشاشه لو انت عامله الي التحديث، بيجي لك رساله مع كل تحديث جديد. اول ما تفتح التلفزيون ووصل النت تبدا يجي لك رساله يوجد تحديث الالي، بتقول له نعم وتسيبه يحدث لغايه ما يعمل ريستارت ويفتح ويقفل من لوحده، خلاص كده اتحدث. طب انا عايز احدث ملف القنوات، نفس الكلام لو انت مخليها الي التحديث يبقى اوكي هينزل لك ملف القنوات الجديد. طب انا عامله يدوي، هتخش على الوسائل المنيو التحديث وتبدا تخش على تحديث النت ابجريد او الاونلاين ابجريد، سوري الاونلاين ابجريد، وتبدا تخش تنزل السوفت وير او ملف الداتابيس بتاع القنوات عن طريق الاونلاين. وده كله كلام سهل جدا وبيكون مشروح ليك في الفيديو اللي بيوصلك. فبالتالي امور الجهاز امور سهله جدا وسلسه، وتحديثاته سهله جدا وسلسه. ده كان جهازنا النهارده الفورس 5G، امكانيات مميزه مع جهاز بعتبره من اجهزه المدى البعيد. ليه المدى البعيد؟ لان تحديثاته موجوده بصفه مستمره، والدعم الفني مش ساب الجهاز بصراحه، اي تركيبه بتلاقي الحل موجود وده بفضل ربنا. فطبعا بدام الدنيا كده فيها نوع من التكامل مع الجهاز بتلاقي الدنيا بتكون اسهل في اي جهاز عامه، لو في ضمان كويس ولو في دعم فني كويس بتبقى الدنيا ماشيه زي الفل. شكرا جزيلا لحضراتكم، دمتم بصحة وبعافية، وبعتذر عن الإطالة، آسف جدا للإطالة، بس كان في معلومات لازم أقولها في نص الجهاز، يعني في نص الشرح كده، توضح للناس الجهاز الجديد عن الجهاز القديم والفرق والفروقات والمميزات والعيوب والدنيا دي. شكرا جزيلا لحضراتكم، إن شاء الله مع جهاز تاني مميز زي الجهاز بتاعنا النهارده الفورس 5G اللي بشوفه من أفضل أجهزة السوق العربي مش السوق المصري بس، بصراحة جهاز ثابت أداؤه كشيرنج وكاي بي وكمنصات مشاهده وكتحديثات في نفس الوقت. شكرا جزيلا لحضراتكم، دمتم بصحه وبعافيه، السلام عليكم ورحمه الله.